برضو مهم جدا واحنا بنتكلم عن فوز النادي الاهلي بالدوري، برضو هسأل السؤال الاهم بالنسبه لي، او مش الاهم لان مفيش اهم من الفوز بالدوري، لكن سؤال مهم وهو مباراه الزمالك. انت بعت لي قلت لي دلوقتي في 2007 جوزيه، او احكي لنا القصه بتاعت 2007. يعني في 2007 برضه النادي الاهلي كان حسم الدوري الموسم كان حسمنا ده بست ماتشات تقريبا صح؟ اه فرق او سبع ماتشات كمان، سبع ماتشات يعني على ما اتذكر طبعا. كان الزمالك الماتش اللي قبل الاخير او ال هو كان في الماتشات الاخيره، هو وقتها جوزيه لما هو قرر يسافر ياخد اجازه كان محتاجين تريحه، ورايح زي ما حضرتك قلت كده تقريبا 13 او 14 لعيب، وكان كابتن حسام البدري المدرب المساعد وقال ان هو اللي هيكمل بقيه الدوري باللعيبه اللي ما خدتش مباريات كتير وقتها برضو، يعني على ما نتذكر. يعني طبعا احنا واحنا بنحضر للحلقه بنحضر على اساس ان لسه برضو الى حد ما حسم الدوري ممكن يبقى يوم الخميس، مش ان احنا كسبناه يعني. فالوقتها كان في كاس مصر لسه هيستكمل كالعاده يعني، وكان وقتها لو تفتكر دوري ابطال افريقيا كابتن اسلام شهر المجموعات في شهر 8 صح، فكان لسه عندنا في مفيش وقت يعني. كان لعب الهلال واسك على والترجي، والهلال كسبنا بالعافيه 1-0 ولا 2-0 2-0 كان فلافيو لما في اخر ثانيتين كان فلافيو جاب جون وعطى مش فاكر احمد صديق اعتقد اللي جاب الاولاني الثاني او حاجه فلافيو يعني، بس اللي هو في اخر في الدقيقه حاجه و70 80 مثلا. لا لا كان الفوز متاخر يعني، كان في اخر 10 دقائق جبنا جونين. فوقتها جوزيه قرر ان خلاص احنا مش محتاجين حاجه من الدوري ومحتاجين نريح. ليه محتاجين نريح؟ عشان ما تبقى من الموسم ناخد بالاسباب. هل احنا ضامنين ان احنا لما هنريح اللعيبه هناخد بطولات؟ لا طبعا، لا، بس تاخد بالاسباب. وقتها النادي الاهلي لعب نادي الزمالك وخسرنا المباراه دي 2-0. وقتها كان في لقطه شهيره جدا في اخر 10 دقائق، المباراه كمان كانت بتتذاع وقتها على احد القنوات العربيه، يعني كان الدوري المصري وقتها متباع كمان لاحد القنوات العربيه، وكان الكابتن عصام الشوالي بيعلق والمخرج عمل كده يعني جاب الكاميرا على جمهور الاهلي في الدرجة الثالثة شمال بالكامل وهو بيشجع وفريقه خسران 2-0 وبيشجع ليه؟ لأنه بيحتفل ببطل الدوري. صحيح، وقتها دي كان الناس كلها بتتكلم على إن هي مباراة قمة، مباراة أهلي وزمالك ومباراة مهمة، ولكن في النهاية المدرب لما قرر إن هي دي قيمتها إن إحنا هنلعب بما يتوفر من اللاعبين عشان نريح الأساسيين، خلاص الناس كلها التزم بالظبط كده. وخسرنا وقتها برضو من الإسماعيلي 1-0 لو تتذكر في إسماعيلية، تمام، وخلصنا الدوري. وجوزيه رجع، كان وقتها قالوا جوزيه خلع خد شنطته وخلع، وجوزيه رجع ولعبنا مباراه الاسماعيلي في كاس مصر كسبنا 2-0، ولعبنا مباراه الزمالك في النهائي بتاعه 4-3 الشهيره وكسبنا الكاس، وكسبنا اول ثلاث مباريات في مجموعات دوري ابطال افريقيا وخدنا 9 نقاط. من وجهه نظر كابتن اسلام ان الدنيا اختلفت. زمان كان في ما كانش فيه السوشيال ميديا بهذا الشكل. صحيح، والناس ما كانتش بتركز قوي مع ماتشات، يعني كانت طبعا ماتشات الاهلي والزمالك هي مهمه، ولكن لما تاخد قرار زي ده، لا يعني قصدي لما تاخد قرار زي ده الناس بتستوعبه. لكن دلوقتي الناس شويه صعب تستوعب قرار زي ده، واعتقد ان كولر هو كان كده كده مستعد للمباراه دي، فهو ممكن ما يغيرش اي خطط ليه، هيغير كل خططه بعد المباراه. اوكي، فانا وجهه نظري ان المفروض بقى يحصل، يعني نتمناه يحصل، حضرتك لو ممكن يستعرضوا تاني الحته بتاعت اللائحه اللطيفه ان الدرع الدوري لازم يتسلم للرابطه من دلوقتي. ده بكره. يعني خلاص دخلنا في اليوم خلاص بتاع بكره. صحيح، احنا بنصحى بقينا بكره. انتوا بتوع الساعه 3 الصبح. فالدرع هيتسلم للرابطه. ايه اللي يمنع ان الرابطه تعمل احتفاليه تسليم الدوري في مباراه الاهلي والزمالك؟ بما ان كمان مباراه الاهلي والزمالك هي اخر مباراه على ملعب استاد القاهره قبل ما يتقفل للاصلاحات. استاد القاهره بيبقى جميل، يتعمل ايا كانت نتيجه المباراه بعد المباراه يتسلم نادي الاهلي الدرع. طبعا لعيبه النادي الاهلي اكيد هيبقوا جاهزين بالتيشيرت بتاع 43 شامبيونز، ناخد بيه الصوره الجميله بتاعتنا ونسخن بيه والناس تحتفل. هي في الاخر مباراه قمه مهمه، لكن هي مباراه بالنسبه لنا مباراه احتفاليه، هي الجزء بتاع اللائحه. الجزء طبعا قصه الممر الشرفي دي، يعني طبعا في النهايه لعيبه الاهلي والزمالك هم زملاء، الممر الشرفي ده قرار يخص نادي الزمالك، يعني مفيش حاجه تجبر. انا مش عايز اتكلم في هذا الامر. هي حاجه مش مش مجبره، لانه زي ما حضرتك بتقول كده او دايما، ودي المشكله اللي بالنسبه لي، ان انا ولاعيبه نادي الزمالك كلهم كنا اصدقاء وزمايل كلنا، وبنشوف بعض وبنعمل ونضحك زمان. اخر مباراه مش شفنا اللقطه بتاعت كهربا وامام عاشور وهم بيتكلموا مع بعض والناس هي اصدقاء؟
عادي جدا يعني. ايام الجيل بتاع حضرتك مع كل المناوشات اللي كانت بتحصل، كنا بنشوف شيكابالا وابو تريكا وحسام عاشور وكابتن بتسلموا على بعض، والمباراه حتى لو فيها شده المباراه بتخلص، لا انتوا حبايب بينتهي. فبالتالي خلاص ده طالما مش قرارك انا شايف يعني لو حبيت لما بتعمل حاجه بتعمل يعني تصرف فيه روح رياضيه، ده بيعلي من قيمتك انت، انما ما بيقللش. لو ما عملتوش مش هتقل من اللي قدامك يعني. في الاخر لو لعيب طلع انا بصراحه اتمنى وانا شايفه امر عادي. صحيح، لا بالظبط يعني حصل تمام يعني. انا شايف يعني لعيبه حرس كان حرس الحدود ولا طلاع الجيش بعد مباراه افريقيا، بعد مباراه حرس الحدود 11 حرس لعيبه حرس الحدود وقفوا لعيبه النادي الاهلي وهو كسبان بطوله افريقيا يعني مش دوري معلي، وقفوا له ممر شرفي حيوه والموضوع خلص. كل مدرب دلوقتي بيجي شفنا في مباراه البنك الاهلي الراجل جايب بوكيه ورد لمستر كولر وبيقول له الف مبروك كابتن كريم حسن شحاته، جايب بوكي ورد وبيديه لكابتن سيد حفيظ، والامور يعني في النهايه هي مباراه احتفاليه. فانا نتمنى ان احنا نشوف مشاهد زي كده، مشاهد احتفاليه بعد المباراه. لو في تسليم درع دوري يا سلام، تبقى حاجه جميله جدا. لعيبه النادي الاهلي تحتفل، الجهاز الفني يتكرم، بعيدا بقى عن الكلام الفني وكل القصص الجميله، لان في الاخر هي مباراه مهمه كقيمه مباريات الاهلي والزمالك، ولكن في النهايه هي مباراه احتفال النادي الاهلي بتتويج بالدوري.